بسؤال أهل الذكر وعلى هدى الوحيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الذي يتناول الأسئلة المختلفة والمتعددة، وهي كما كررنا فرصة طيبة لتجميع الكثير من الأسئلة وللإجابة على الكثير من التساؤلات، وكثير منها أيضا يتعلق بالصيام والزكاة اللذان ينشطان، أو فريضتان اللتان تنشطان في هذه الأيام. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. أما الأرقام التي نستقبلكم عليها فهي 99-00-1-41 و99-00-1-19. هناك أيضا شبكاتنا على مواقع الاتصالات في الفيسبوك والتويتر، وقد جاءت طبعا كثير من الأسئلة، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وأسأل الله تعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، اليوم معنا مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالمرأة، سواء كان فيما يتعلق بفهم النصوص المتوجهة إليها أو فيما يتعلق أيضا ببعض العبادات التي تقوم بها. سنبدأ بها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نأتي إلى الأسئلة الأخرى. لنبدأ بالسؤال الأول الذي يستفهم فيه السائل عن معنى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، ماذا يعني ذلك وماذا يترتب على فهمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فقد ورد في روايات صحيحة أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإن أنت أتيت تقومه كسرته. وورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة، وهو حديث صحيح. بقي فهم معنى كون المرأة خلقت من ضلع، فإن بعض شراح الحديث وأهل العلم جنحوا إلى روايات ضعيفة وإلى ما ورد في الإسرائيليات في فهم هذا الحديث، وذكروا أن المرأة خلقت من ضلع من أضلاع آدم حينما كان نائما في الجنة. وهذا كلام غريب ولا ينبغي للمسلمين أن يبقوه في آثارهم، لأن معنى الحديث واضح، وآيات كتاب الله عز وجل تؤكد على أن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومعنى الحديث له نظائر في كتاب الله عز وجل في استخدام هذه الصيغة. فالله تعالى قال: الله الذي خلقكم من ضعف. وقال: خلق الإنسان من عجل. فاستخدام حرف الجر من متبوعا باسم مجرور فيه ذكر صفة من الصفات التي أسندت إلى خلق الإنسان، خلق الإنسان من عجل. الله الذي خلقكم من ضعف، ومعنى هذا الجر باستخدام حرف الجر من هو تلبس هذه الصفة المذكورة بهذا الإنسان. حتى تصير كالجبلة والطبع له، فخلق خلق الإنسان من ضعف، ليست هناك مادة اسمها ضعف أو ضعف خلق منها الإنسان. وإنما هو في طبعه وجبلته هو ضعيف، فخلق الإنسان ضعيفا، ولذلك جاز استخدام هذا التعبير. وكذا الحال فيما يتعلق بمن عجل، فليست هناك مادة اسمها عجل خلق منها هذا الإنسان. وإنما
تلبس طبع هذا الإنسان بالعجلة بالتعجل في أموره حتى صارت صفة غالبة عليه وطبعا متأصلا فيه. هذا المعنى يوضح معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلقت المرأة من ضلع أو من ضلع، أي أن صفة خلقها يغلب عليها من الطبع والصفات والجبلة ما هو شبيه بحالة الضلع أو الضلع لغتان. نعم. فأداؤه لوظيفته، أي الضلع أداؤه لوظيفته مرتبط بخلقته على هذا النحو المحيط بالصدر المنحني على القلب والرئتين. نعم. ولا يصلح لأداء وظيفته إلا أن يكون كذلك، لا يصلح أن يكون مستقيما، فإن أنت أتيت تقيمه كسرته. نعم. وحينئذ سيختل اعتداله الذي نيط به القيام بوظيفته. فطبيعة المرأة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوصي بالمرأة خيرا، يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يبين الطبيعة التي جبلت عليها المرأة، يوصي الرجال ويبين لهم الطبيعة التي جبلت عليها المرأة، وهي طبيعة خاصة مختلفة عن طبيعة الرجال. نعم. وشبه ذلك بحالة الضلع، أنك ترى أنه معوج لكن اعوجاجه ذلك هو الذي يسمح له بأداء وظيفته والقيام بما هو مأمور أو مطلوب أن يقوم به. نعم. وكذا الحال بالنسبة للمرأة، فهي في حنوها وعطفها وحدبها وتكوينها النفسي والعقلي الذهني والفكري مع تكوينها الجسماني، هي كذلك بهذه الصفة وبهذه الجبلة شبهت وكأنها كالضلع. نعم. الذي يحتاج إلى هذا الانحناء والعوج حتى يتمكن من أداء وظيفته. نعم. هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه تنقص من منزلة المرأة. نعم. ولا فيه بيان أنها خلقت من غير المادة التي خلق منها آدم عليه السلام، ولا فيه أن ما يمكن أن يقال بأن فيه تحقير لمنزلة المرأة، لا، الحديث بعيد عن ذلك، هو يبين سياقه وألفاظه. نعم. تبين أنها جبلت على هذه الطبيعة الخاصة، هذه الطبيعة المتأصلة التي صارت فيها كالجبلة، وشبه ذلك بأن بكأن وكأنها خلقت من ضلع. إذن الحديث يدعو إلى تفهم وضعية المرأة. نعم. وما ينبغي أن يتعامل بها مع يعني الرجل. نعم. إلى بيان طبيعتها وجبلتها. نعم. وأنها مختلفة عن طبيعة الرجل، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه لصفتها وخصائصها. جميل. هنا سؤال أيضا يتعلق بهذا الموضوع. نعم. من أحد المشاركين في الفيسبوك، وأرجو أن تسمح لي بقراءته كاملا لأن عناصره مترابطة مع بعضها. نعم. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل إذا كان صحيحا هو ينطبق على أي زوج، أم أن الحديث الشريف ينطبق على خصوصية من الناس؟ يتساءل الرجل أو المرأة، يقول ليس من المعقول أن يكون الزوج الذي لا يرعى الأسرة ويجلس على المقاهي ويترك الأبناء ويترك زوجته تؤدي جميع طلبات الأسرة بمفردها، وماله حرام ويشرب السجائر ويغضب إذا تكلمت زوجته وراجعته ويأخذها في الأوقات التي حرم الله فيها المعاشرة، كل هذا والزوجة تسجد لزوجها. المهم هو ذكر مجموعة من النصوص، يريدكم أيضا يريد منكم التعليق عليها. يقول عندما غضبت السيدة فاطمة رضي الله عنها من سيدنا علي بن أبي طالب بسبب علمها بأنه خطب ابنة أبي جهل، قد تركت حجرته وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب من سيدنا علي ولم نجده أخذها وأرجعها إلى حجرتها حتى لا يغضب منها زوجها والملائكة تلعنها كما ورد في بعض الأحاديث، وأصر أن يخطب سيدنا أن يخاطب سيدنا علي وعنفه بأن لا يغضب السيدة فاطمة رضي الله عنها. وقصة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا منها، ولكن لم يذكر أن الملائكة كانت تلعنها كل يوم لأنها كانت مظلومة بسبب طول المدة، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعونه
يراجعنه ولم يغضب منهن كما في سورة التحريم. المهم الكلام طويل وأرجو يعني لمن أراد أن يستكمل هذا الكلام أن يعود إلى يعني هذه النصوص التي ذكرتها في مقابل الحديث، هل هناك سوء فهم لهذا الحديث مثلا أو هل هو صحيح؟ نعم، أولا الحديث عند كثير من المحققين صحيح. نعم، وله قصة أنهم أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن رأوا تعظيم غير المسلمين لملوكهم وحكامهم بالسجود لهم، فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود، أحق أن نسجد له، فأتوا فأخبروه، فبين عليه الصلاة والسلام أن السجود لأحد من البشر ممنوع في هذا الدين، وأنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، وهو لم يأمر عليه الصلاة والسلام ولو هي أداة امتناع لامتناع، أي أنه لم يفعل. لكن فائدة الحديث هي بيان عظيم حق الرجل على امرأته، فهذه هي فائدة الحديث. يصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارهم، أنظار المخاطبين وأنظار أمته إلى بيان عظيم حقوق الرجل على زوجه، وأنها حقوق عظيمة كادت توصله إلى أن يكون مستحقا للسجود من المرأة. فهذا بيان لعظم حقوقه ولكبير منزلته ولوجوب طاعته في المعروف حتى تسير الحياة الزوجية ويكون المحضن محضنا صالحا لتنشئة الذرية، تنشئة تقر بها أعين الوالدين. لكنه كما تقدم لم يفعل، وفائدة الحديث هي بيان عظم منزلة الرجل. أما ما ذكرته أو ذكره من شواهد فهي في محلها وهي صحيحة، إذ إن هذا الرجل الذي يستحق هذه الحقوق وبوئ هذه المنزلة هو الذي يحسن عشرة امرأته، ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي قوله فعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، وفي هديه الفعلي العملي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، فإنه كان حسن المعشر، كان أفضل الناس عشرة على الإطلاق لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، كان أحسنهم معشرا وخلقا وهديا وسماحة مع أهل بيته. فهذا الصنف من الرجال هم الذين يستحقون مثل هذه المنزلة. أما إذا كان الرجل ناشزا بعيدا عن الخير مفرطا في الحقوق التي عليه لامرأته ولأهل بيته منتهكا لحدود الله تبارك وتعالى، فلا يبقى له إلا حق حفظ عرضه، وأما ما سوى ذلك فهي بحسب المواقف. نحن نجد أن من النساء من أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي شح زوجها عليها وأنه لا ينفق، وقالت إنه يعني شحيح صعلوك، فوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها. نجد مثل هذا، لا يأتي أحد اليوم ويقول لا المرأة يعني من هي عن ذلك وهذا مال زوجها وليس لها، أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الخاصة. إذن توفير هذه الحقوق في أكمل صورها وفي أبلغ حقائقها إنما يكون لذلك الزوج الذي يراعي الله تبارك وتعالى في امرأته وفي أهل بيته ويحفظ حقوقهم ويسير فيهم بالمعروف ويوفر لهم ما أمر الله تبارك وتعالى بتوفيره من رعاية وحقوق وحدب وعطف وحسن رعاية. وهذا أيضا مما نأخذه مع الأدلة المتقدمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بقي أن هذا هو التأصيل، أن هذا الذي تقدم هو تأصيل فقهي. يجنح المرء أحيانا إلى أن ينتصر لنفسه، فترى المرأة نفسها في منزلة أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، أو يرى الرجل نفسه أنه التقي العابد الزاهد الورع في منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ورد ذكرهم في الحديث، وكلنا يعني مليئون بالعيوب والنواقص والأخطاء لا ننتبه، فيجنح كل طرف إلى أن ينتصر لنفسه وأن يعظم من محاسنه وأن يحقر من مساوئه وأن يعظم من مساوئ الآخر ويحقر من محاسنه، ثم يلبس هذا التصور لبوسا شرعيا ويأتي يتحدث في الحقوق والواجبات. لا بل من صميم المنهج الإسلامي القرآني في معالجة هذه المشكلات ما أرشدنا إليه القرآن الكريم حينما قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فعلى كل طرف أن يفتش أولا في ثنايا نفسه عن وجوه تقصيره وعما أساء فيه إلى الآخرين وعما فرط فيه، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويثوب إلى رشده وأن يستغفر وأن يصلح ما بينه وبين مولاه، ثم يؤدي هذه الحقوق التي عليه ولينظر في النتائج بعد ذلك. جميل. نعود للمناقشة أيضا إن شاء الله في هذا الموضوع بعد هذه المكالمات. الأخ عبد الله الزكواني. الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيف؟ الله يكرمك، الله يكرمك الأخ عبد الله، الحمد لله. كيف حالك شيخ جهلان؟ حياك الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. بارك الله فيك الأخ عبد الله. تفضل. أقول لك عزيزي، في أحد الإخوة مستاجر دكان تابع لأحد المتاجر هنا في مسقط دريبة، فسوى نشاط مكتبه وظهر ما نجح الأوضاع مفتوحة. فالشخص الثاني عنده ثلاث محلات هناك، فقال يا أخي ترى من أنت محل غار قنوع حوله باسمي، قال لي قدرنا حوله باسمك تعطينا 10,000 ريال. نعم. المهم بعد التفاوض كذا اتفقوا على أساس 8,556 ريال. نعم. طيب. وبالتالي لما جيت قال لي اتكاتبوا على أساس الأستاذ عن المحل. أي. فقال لا أنا أكتب لك المبلغ المقابل نعود أخشاب هناك موجودة والمكيف قديم يعني حتى في هناك أرفف حديدية استثناها يعني. السؤال يطرح نفسه، هل هذا المبلغ من حق البائع من حق المتنازل عن المحل بحيث أن المحل تابع للمسجد يعني ما تعرف يعني ما أعرف الحاجات ممكن تتداول بين تجار ما تجار وحن تجار في مصحف ولا في سوق روي ولا في سوق شيء، لكن السؤال هنا يختلف بما أن الدكان محل هذا تابع للمسجد. واضح واضح. بارك الله فيكم وفاركم الله. الله فاركم الله. طيب إن شاء الله الأخ عبد الله، شكرا جزيلا لك وأنت طيب. الأخ أحمد العميري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. السلام عليكم مشاك، كيف حالكم؟ طيبين؟ نشكر الله تعالى، الله يكرمك، جزاك الله خير. عندي بعض الأسئلة شيخ. تفضل. هنا أخوة أسرة واحدة. نعم. يسألون من سبب ظلم أحد من الأسرة، عندما يلتقى هذا الإخوة في هذا المكان يعني سواء في بيت في خارج المنزل أي مكان، فكل واحد يشتكي من ظلمة لهذا الشخص، فيسألوا هذا الإخوة هل يعني إذا تكلموا عن هذا الشخص الذي يظلمهم هل مأثومون؟ هذا هو أخوهم أيضا في نفس الوقت؟ لا، هم كلهم أسرة واحدة، عائلة واحدة، وإنما الذي يقوم بظلمهم شخص آخر خارج العائلة. الشخص لا، في العائلة، في نفس العائلة. أيوة، سواء كان خالة أو عم أو غيره. نعم واضح. فهم يسألون الآن يعني إذا تكلموا عن كل واحد يبرر نفسه يعني يقول ظلمني كذا وقال لي كذا تكلم في عرضي. طيب. كذا. طيب. السؤال الثاني شيخ. نعم تفضل. أحد الإخوة يسأل يقول في وقت الأذان خاصة في صلاة الفجر نحن نسمع مع بعض الدول الأخرى ويذكر يقول خير من النوم، هل يؤثر هذا في الأذان أو لا؟ طيب مشكور. طيب السؤال الثالث شيخ. تفضل.
يقول احد من الاخوه هو سنتين ما خرج زكاه الزكاه يعني زكاه الذهب. نعم. في مده سنتين. فيريد اذا كان يريد يخرج هذه الزكاه ماذا يفعل؟ طيب. هل يفرق السنه الاولى او السنه الثالثه السعر او؟ نعم. واضح شيخ؟ واضح جدا. مشكور. السلام عليكم. مشكور الاخ محمد. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أنا فقط أردت التنبيه لبعض الإخوة المتصلين ما يتعلق بالشعائر التعبدية للمذاهب الأخرى، لا نريد أن تطرح في برنامجنا، لأن كل واحد له أدلته وله قناعاته المختلفة، والمسلمون فيما بينهم يتسامحون في الكثير من القضايا ويقبل بعضهم آراء بعض، وبهذه الطريقة تكون هناك لحمة بين الناس، إلا إذا كان الإنسان يسأل فقط عن الأدلة الشرعية أو غيرها. فضيلة الشيخ، بقي سؤال. نعم. يتعلق بالمرأة. هذا السؤال تذكر فيه صاحبته، نحن في كثير من الأحيان لا نذكر الأسماء لأن الذين يبعثون بأسئلتهم لا يذكرون أسماءهم أصلا. يقول: ما رأيكم، هل من الأولى أن تعتكف المرأة في المسجد في العشر الأواخر، أم الأولى والآجر أن تعتني بأطفالها، وخصوصا انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب النساء للاعتكاف وترك عبء الأبناء على الأم أو العمة أو العاملة، حتى إن امرأة لديها طفل معوق تركته للعاملة لتذهب للاعتكاف بحجة أن فضيلتكم شجع كثيرا من النساء على الاعتكاف. أما الاعتكاف فهو فضيلة مرغب فيها من حيث ذاته، هو من الفضائل المرغب فيها التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم، لا سيما في شهر رمضان، فقد اعتكف في العشر الأوائل منه ثم اعتكف في العشر الأواسط، فأوحي إليه أن الذي تطلب أمامك وهو يطلب التحري ليلة القدر، فاعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وثبتت مشروعيته أيضا في كتاب الله عز وجل، فهو عمل من أعمال البر المندوب إليها التي فيها ثواب عظيم، وفيها يتحقق للمعتكف تزكية لنفسه وصفاء لذهنه وقرب من الحضرة القدسية من خلال أذكاره وتلاوة آيات كتاب الله عز وجل والتنفل بما يستطيع من الصلوات والأذكار والأدعية وغيرها، فهي تعين لا شك على صفاء النفس وتنقيتها ومراجعتها ومحاسبتها والإكثار من أعمال البر ومن طلب العلم ومن تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر آياته. بقي أن للاعتكاف شروطا، وهذه الشروط لا يكون الاعتكاف اعتكافا شرعيا صحيحا إلا بها. قد نتحدث عن كل شروط الاعتكاف في وقت لاحق، لكن الذي يعنينا اليوم هو شرط المسجد. فالاعتكاف يكون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد ولا تقربوهن، وأنتم عاكفون في المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في مسجد. وحينما أرادت نساؤه الاعتكاف فإنه دخل عليه الصلاة والسلام، حينما يعني نوى الاعتكاف فدخل المسجد فوجد أخبية، خباء لعائشة، خباء لزينب، خباء لصفية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: آل بر تردن. نعم. فأمر بخبائه فقوض، لأنه رأى أن نساءه أتين إلى المسجد أيضا. نعم. ونصبت لهن أخبية. محل الشاهد قبل أن نعلق هو أن اعتكاف المرأة يكون أيضا في المسجد بدليل يعني أصل معنى الاعتكاف وبدليل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه. لكن موضع الشاهد في قوله آل بر تردن، حينما رأى أنهن نصبن أخبيتهن في المسجد، والخباء هو قبة من وبر أو صوف لها يعني عمودان أو ثلاثة تقام عليه، تكون المرأة داخلة، فهو يعني ستر لها يتحقق أنه في المسجد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح خشي أن يكون ذلك بسبب الغيرة أو أيضا أن تكون النساء
نساؤه عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهن قد خرجنا أيضا إلى المسجد، وكان مقصود الاعتكاف أن يعتزل الرجل امرأة النساء حالة الاعتكاف، لأنه يمنع من غشيان النساء حالة اعتكافه ولو في ليالي رمضان، أي في ليالي رمضان، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم الآية. فلما أتته نساؤه إلى المسجد فات هذا المقصود، فات مقصود الاعتزال من أجل تحقيق مقصود الاعتكاف، فصارت نساؤه معه في البيت في المسجد. ومنهم من يقول بأن الدافع الذي يعني دفع نساءه إنما كان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أردنا أن يتبعنه وأن يتابعنا، ولذلك أمر بتقويض الأخبية. أنا في كلامي ما ذكرت ما يتعلق ب يعني حث النساء مطلقا دون ضوابط أو قيود، ما حصل هذا فيما أذكر، وإنما ذكرت شروط الاعتكاف، وذكرت أنه مع النساء في واقعنا اليوم لا بد أيضا أن تتوفر في المسجد شروط الأمن والأمان، لا بد من ذلك. أما أن تترك الأمور دون ضوابط تحفظ أمن المعتكفين وأمانهم رجالا ونساء، لكن في حالة النساء على وجه الخصوص الأمر ألزم، فلا ينبغي ذلك، هذا يكون من التفريط ومن التهاون. أما ما هو الحكم لخصوص النساء بل ولعمومهن، فلا ريب أن هذه فضيلة، أن الاعتكاف هو من الفضائل. أما قيام المرأة بشأن تربية أولادها وبحقوق زوجها فهذه من الواجبات، ولا يكون اعتكاف المرأة إلا بإذن زوجها، لا يصح لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها. وهذا شرط يعني أصيل لا يمكن التغاضي فيه، فلا تعتكف المرأة إلا بإذن زوجها، إذا كانت لا تصوم وزوجها حاضر، لا تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن باب أولى أن يكون اعتكافها كذلك، لا يصح إلا بإذن من زوجها، وعليها هي أن تراعي أولوياتها، فإذا كان عندها لديها طفل أو أطفال محتاجون إليها ولا راعي لهم، وزوجها أيضا إذا كان زوجها محتاجا إليها، ففي هذه الحالة قيامها بحقوق زوجها وحقوق أولادها وحسن رعايتها لهم وتربيتها وأدائها لحقوقهم ألزم في حقها من أن تتنفل بالاعتكاف، والأسرة هي التي تقرر ذلك. أما أن يكون الأمر هكذا لمجرد أن ثبوت أن الأمر الفلاني فضيلة، فهذا يعني اطراح سائر الشروط والضوابط والقواعد، فهذا لا يقول به يعني عاقل. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. من الأمس بقيت معنا مجموعة أسئلة نطرحها قبل أن نطرح الجديدة. الأخ علي الرواحي يقول: الذي يقضي رمضان أفطر بعذر، سواء كان رجلا أو امرأة، وأراد أن يقضي لاحقا، هل له الأجر نفسه الذي يتحصل عليه من الصيام في رمضان؟ لأن هذا تترتب عليه مسائل طبعا فضيلة الشيخ، وهو رغبة النساء في قطع الدورة وأن لا يعني لا يقضين من رمضان طمعا في الأجر. الصيام عبادة يعبد بها الله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا الذي أنزل علينا هذه الشريعة وكتب علينا الصيام، وحينما كتب علينا الصيام هو جل وعلا الذي رخص لذوي الأعذار أيضا أن يفطروا ثم أن يقضوا أو أن يفتدوا. ففي نفس السياق الذي قال فيه كتب عليكم الصيام قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففي كل هذه الأحوال هي عبادة لله تبارك وتعالى ذي الفضل العظيم الذي يهب الجزيل الكثير على العمل القليل، وما على العبد إلا أن يخلص مقصده لله تبارك وتعالى، وأن يحسن عمله قدر استطاعته، وأن يحسن ظنه في مولاه جل وعلا متوخيا للثواب والفضل من ربه جل وعلا. ولذلك قال في نفس السياق: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فلأن الله تبارك وتعالى هو الذي رخص لذوي الأعذار من المرضى والمسافرين، وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه يعني لا ينبغي لنا أن نبحث فيما يتعلق بحساب الثواب. اليوم الناس للأسف الشديد كأنها تضع مقاييس تزن بها الأعمال، وكم يحقق العمل الفلاني من ثواب وأجر وكم تجمع من حسنات، وفاتهم أن الله تعالى يضاعف لمن يشاء، وأن جوهر الثواب إنما يكون أولا بإحسان المقصد والإخلاص لله تبارك وتعالى، ثم بإحسان العمل. فقد يكون عامل يبذل من الجهد ومن بدنه الساعات الطوال، لكنه لا ينال مثل ما ينال عابد مخلص لله تبارك وتعالى، خاشع فيما يقوم به، مطرح لحظوظ النفس وأهوائها، لا يبتغي بعمله ذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. إذن كما تقدم ينبغي للمسلم أن يخلص نيته وقصده لله عز وجل، وأن يحسن ظنه في ربه، وأن يسأله أن يجزل له المثوبة وأن يتقبل منه عمله، وليطرح هذه الحسابات المادية، لأن أجر الثواب والمثوبة من الله تبارك وتعالى هي فوق هذه الموازين والمقاييس المادية. جميل. قبل أن نخرج بفاصل بقي أيضا معنا سؤال من الأمس. نعم. يسأل الأخ علي أيضا، عندما يمر الإنسان على سجدة وهو يقرأ من المصحف في المسجد أو في غيره، أين يضع المصحف؟ أين الأليق بالمصحف أن يكون؟ وينبغي أن يختار له مكانا مرتفعا، نعم، أن يكون عنده يعني المرفع الذي يوضع عليه المصحف أو رف، الحاصل أن يرفعه عن الأرض تنزيها له وتقديسا. نعم. وأشار هو إلى الحركة التي يفعلها بعض الناس، هذه لا بأس بها، لأن صاحبها يقصد من ذلك أن ينزه المصحف من أن يوضع على الأرض، فيعني يضعه تحت إبطه أقرب إلى صدره، لا إشكال في ذلك. نعم. بل هو أولى، يعني هذا أولى من صنع الذين يضعونه على الأرض، يمكن له أن يناوله صاحبه الجالس قريبا منه، إن لم يكن هناك كما يعني تقدم رف أو مرفع أو مكان مرتفع يمكن أن يوضع عليه المصحف أثناء السجود. نعم. فيمكن له أن يناوله صاحبه الجالس قريبا منه، فإن لم يتأتى ذلك فهذه الحركة لا إشكال فيها، فيها تنزيه للمصحف من أن يوضع على الأرض مباشرة. جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. عزائنا نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله للمواصلة. سلاما عطر الأرجاء طيبا، وغصن الورد مال به رطيبا، وألسن مطربات الطير تشدو به طربا تجيب العندليبا. طريق الهداية هو طريق الاستقامة الواضح. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. خلق العفو والصفح هما من أخلاق ذوي النفوس الطيبة. إنسان يتسامح مع الآخرين، يتغاضى عن الأخطاء. أن تعبد الله كأنك تراه. آية ومعنى في الأوقات التالية. مسائل في الدين بسؤال أهل الذكر وعلى هدى الوحيين. مرحبا بكم أعزائنا الكرام، نبدأ الآن باستقبال المكالمات. مروان الشبيبي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ مروان، أعتذر إليك تركناك طويلا. تفضل. الحمد لله.
عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. التبديل في التسابيح بين موضعي السجود والركوع هل يعد نقصا أم زيادة؟ طيب. السؤال الثاني، في قصة يوسف عندما أراد السجينان تأويل رؤياهما قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلى آخر الآيات، وأخذ بدعوتهما إلى الله بينما لم يدعو الملك لذلك، فما الحكمة في ذلك؟ نعم. وأيهما أصح، أن يقال سجين أم مسجون؟ نعم. السؤال الثالث، شخص يملك مالا وقدره 40,000 ريال، نعم، فقد منها 5,000 ريال قبل وجوب الزكاة عليه بشهر وحصل عليها بعدما أخرج الزكاة بشهرين تقريبا، نعم، هل في 5,000 زكاة؟ هل في 5,000 زكاة؟ ولأي سنة يزكيها؟ جميل، وشكرا. شكرا لأخ مروان، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. الأخ سيف العوفي أيضا. نعم، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سيف، مساكم الله بالخير. الله يحفظك، الله يمسك بالخير. آمين. فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالك؟ حياك الله الأخ سيف، بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يكرمك. لدي سؤالين دكتور. تفضل. سؤال الأول، شخص يريد الذهاب لأداء فريضة الحج عن نفسي في هذا العام ولكن عليه دين ربوي، هل يجوز له ذلك؟ سؤالي الثاني، امرأة تقوم بتزكية ذهبها في أيام محددة في شهر رمضان المبارك وتقوم بتسجيل التاريخ حرصا منها ولكنها فقدت التاريخ، فمتى تزكي ذهبها وهل عليها يعني زيادة في ذلك؟ طبعا هي في شهر رمضان عادة، هكذا؟ هي عادة في شهر رمضان في أيام محددة لكن فقدت التاريخ. طيب، واضح. وهي تخاف فوات العام ويكون عليها زيادة مبلغ. طيب، إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا. الأخ عبد الله الزكواني يسأل، نأتي بمسألته كاملة والمصطلح ربما الذي يشير إليه، محل تجاري ضمن المحلات التجارية التابعة للمسجد، يعني استأجره لمكتبة، ولأن المحلات التي حوله بعد ما لم تأتي المكتبة أكلها وربما قرر غلق المكتبة، صاحب المحلات المجاورة عرض عليه أن يأخذ منه المحل، ولكن صاحب المكتبة هذا طلب مبلغا فيما يتعارف عليه اليوم الآن ببيع الخلو أو تأجير الخلو أو شيء، وطلب منه مبلغ كبير طبعا 8,000 كما يقول، وأراد من أجل أيضا أن يعني تكون المسألة شرعية، ربما ظن أنها ليست شرعية، سنستمع منكم إن شاء الله، أن يكتب مثلا المكيف وبعض الأرفف ليكون قيمة ذلك 6,000 بعد ما تصالحوا طبعا على نقص القيمة. الآن السؤال، هل هذه المعاملة شرعية جائزة؟ والمال يذهب لمن؟ هل للمسجد أم للذي أجر أو أجر الخلو أو باع الخلو كما يقال؟ نعم، في يعني بيع الخلو على هذه الصفة، وهو أن يخلي مستأجر محل الإجارة لآخر في مقابل عوض مالي جواز شرعي بهذه الصفة، شريطة أن يكون مأذونا له نصا أو عرفا من المالك، فهذا لا بد منه. ولذلك فإن على في حالة الوقف الآن ينبغي أن يعود للاتفاق الأول الذي كان بينه وبين الجهة المشرفة على الأوقاف، إذا كان مخولا في أن يؤجر غيره وأن يخلي المحل لغيره فلا إشكال، ويكون الاتفاق بينهما مقبولا بحسب ما يتراضيان عليه. أما إذا كان لا يسمح له بذلك واحتالا كلاهما على هذا النظام بتكييف الصفقة بينهما أو العقد بينهما على أنه تأجير لبعض الأعيان الموجودة في المحل، فهذا من الغش والتزوير الذي لا يصح. والسبب في هذا القيد هو أن محلات الأوقاف حرمتها أعظم، لا يصح، خاصة وقد أشار هو إلى أنها لمسجد، لا يصح أن تؤجر لأي شيء،
لا صح أن تؤجر لا لأعيان محرمة ولا لمنافع محرمة، بل حتى ما غلبت عليها الشبهة فإنه لا يصح أن تؤجر وأن تثمر فيها، الاحتياط فيها أوجب. وهذا قد يكون مؤشرا إلى أن أنواع العقود المتعلقة بالأوقاف بل ينبغي أن تكون أكثر دقة وتعرضا للتفاصيل. إذن أصل المسألة من حيث صفة بيع الخلو بالشرح المتقدم هو جائز شرعا وصدرت فيه قرارات مجمعية، بقي الالتفات إلى هل المالك أو الجهة المشرفة، لأن هذا وقف لا يملكه أحد، هل الجهة المشرفة تأذن بذلك وتسمح أو لا تسمح. وإذا كانت لا تسمح فعندئذ لا يصح الالتفاف أو الاحتيال على هذا الاتفاق بمثل هذه الطرق التي هي يعني إظهار أنه في مقابل المكيف وبعض الأدوات الموجودة في المحل. والله تعالى أعلم. واضح. أخ أحمد العميري يسأل، إذا كانت الأسرة بعض أفرادها يقوم بظلم الأفراد الآخرين، إذا اجتمع هؤلاء الأفراد الذين يقع عليهم الظلم، هل يصح لهم أن يذكروا المظالم والظلم الذي يقع عليهم من ذلك القريب؟ يقول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن اختلف العلماء هل هذه الرخصة، هذا الاستثناء، هو أن يذكر المظلوم عند من يرجو به دفع الظلم، والآية لم تقيد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ونجد بعض الروايات إن لصاحب الحق مقالا يشفع للقول الآخر، وهو عدم اشتراط أن يكون ذكره لرجاء دفع الظلم أو أن يذكر عند من يرجو منهم دفع الظلم. لكن على كلا التفسيرين، سواء قلنا بأن يذكر عند من يرجو عندهم دفع الظلم أو أن يذكر مطلقا، لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الخوض في أعراض الناس عند من يعني عند كل أحد، وأن يكون هذا هو يعني سميرهم في مجالسهم وهو الموضوع الذي يلوكونه صباح مساء. ينبغي للمسلم أن يشتغل بما هو أنفع. نعم، إذا كانت هناك منفعة، قد يقول قائل بأنه يريد أن ينفس عن كربه، لكن هذا يحصل بالمرة والمرتين. يتحقق هذا الغرض، أن ينفس عن كربه يتحقق بالمرة والمرتين، أما أن يكون يعني هو موضوع الحديث وقد يجاوز يعني الحدود ويعني يسيء أيضا الظنون، فنقول بأنه لا ينبغي. نعم الرخصة موجودة، لكن الأولى أن تصرف إلى أن يكون الذكر بالسوء ممن وقع عليه ظلم عند من يرجو أن يكون أعوانا له، ولو بالتخفيف، وأن يجعل نيته كذلك ولو بالتخفيف عن نفسه وبتذكيره بالله تبارك وتعالى وبإرشاده إلى ما ينبغي له أن يفعله في مواجهة هذا الظلم الواقع عليه وفي تخفيف آثاره على نفسه. والله تعالى أعلم. سؤال فضيلة الشيخ، يقول: شخص عليه قرض ربوي أخذه لغرض تجاري، وبعد فترة باع السجل التجاري وممتلكاته لأحد المشترين، واتفق الطرفان على أن يتحمل المشتري سداد القرض، وتم توثيقه في العقد المبرم بين الطرفين، ولكن لم يسدده بشكل كامل، إنما فضل أن يتحمل القسط الشهري إلى نهاية القرض. السؤال الآن: هل يمكن لذلك الشخص أن يؤدي بعض الفرائض مثل الحج؟ البائع الذي كان عليه القرض الربوي، إن كان تائبا منيبا إلى الله تبارك وتعالى دائنا له بالخلاص مما عليه وماضيا في الخلاص، لا تكون مجرد دعوة يدعيها، لأنه حسب الظاهر أنه يريد الخلاص الآن من يعني أنه من اشتراط أن يكون جزء من المبلغ أو أن يكون المبلغ في مقابل أداء ما عليه من قرض ربوي، أنه ساع في الخلاص، فهذا لا إشكال فيه. بقي أن ننظر لماذا يعني أراد أن يكون خلاصه بالأقساط
يعني لا أعرف هذه التفاصيل، لماذا قال بأنه يعني بدل أن تدفع جملة واحدة؟ نعم. وبالمناسبة المقدار المحرم هو الزيادة الربوية. نعم. وليس رأس المال. نعم. رأس المال حق لصاحبه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإنما المحرم هو الزيادة. فلنضع الضابط العام هنا. نعم. أنه لأنه ورد سؤال أيضا اتصال من أخ سيف. نعم. نعم. إذا كان نحن يعني نقول بأنه نظرا لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. نعم. ولذلك تسمى حجة الإسلام وتسمى حجة الفريضة، فإن المسلم ينبغي له أن يحقق أسباب القبول، أن يأتي من نفسه بأسباب التي يتوخى أن يكون حجه مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وأولى هذه الشروط ما نص عليها الله تعالى في قوله إنما يتقبل الله من المتقين، فعليه أن يتخلص من المحارم التي انتهكها من المحرمات التي أتاها حتى يخلص نفسه منها فيكون أهلا لقبول عمله عند الله تبارك وتعالى. لكن لا يتأتى هذا لكل الناس، خاصة في بعض هذه المعاصي والمحرمات كالمعاملات الربوية، لأنه لا يمكن له أن يدفع عن نفسه ولو من خلال القضاء دفع هذه الزيادة الربوية، أن يتخلص منها، فلا مناص له، لأنه حينئذ يكون الضرر أكبر. لكنه تائب نادم على ما فرط، دائن لله عز وجل بالسعي إلى الخلاص بكل الوسائل المتاحة عنده، ولو كلفه ذلك أن يبيع شيئا من الأصول التي يمكن له أن يستغني عنها. بعض الناس لا ينتبه إلى هذا لأن خلاصه أولى، فالأعمار بيد الله تبارك وتعالى، ولا يدري الإنسان متى يفجأه ريب المنون. فيعني عليه أن يهيئ لهذه اللحظة نفسه وأن يستعد لها وأن يأخذ العدة اللازمة لملاقاة الله تبارك وتعالى، وأولى ما يشتغل به أن يتخلص من هذه الكبائر المحرمة. فعليه إذن من ضمن الشروط أن مع دينونته لله تبارك وتعالى بالتوبة والخلاص أن يكون ساعيا فعلا إلى الخلاص. كصاحبنا هذا مثلا. نعم، إذا كان ساعيا إلى الخلاص جادا في ذلك قدر استطاعته وواتته فرصة لأداء الحج لا يضمن بعدها هل تسمح له الظروف والأحوال والاستطاعة والقدرة المالية، فليتوكل على الله تعالى وليذهب إلى الحج. نعم. إذا كان ساعيا بمعنى قام بحركة معينة تدل على هذا السعي. نعم. أم فقط يمكن أن يكون يبحث مثلا؟ لا لا، لا نقصد فقط مجرد النية. أن يكون جادا. نعم. السعي هنا السعي العملي، أن يكون جادا في الخلاص مما عليه. جيد. كما تقدم، ولو بأن يتخلص من شيء من الأصول بيعا. نعم. التي يستغني عنها، لا نقول له أن يبيع بيته الذي يسكن. نعم. فيه. نعم. وإنما شيء من الأصول أو المنقولات. نعم. التي يمكن أن يستغني عنها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. بقي سؤال الأخ أحمد يقول لم يخرج زكاة ماله أو زكاة الذهب لسنتين، عليه أن يتوب إلى الله تعالى أولا ثم يخرج الزكاة الواجبة عليه عن السنتين. طبعا امرأة. الأخ مروان يقول التبديل في التسبيح الخاص بالركوع يجعله مكان السجود والمكان السجود يجعله مكان الركوع، هل هو من نوع الزيادة في الصلاة؟ ربما يسأل عن سجود السهو، هل هو قبل التسليم أو بعد التسليم؟ هذا من السهو الذي عليه أن يأتي فيه بسجود السهو. نعم. أما أن يكون يعني هذا من الخطأ، يعني وتبديل وخطأ. نعم. زيادة أو نقصان لا صلة لها هنا. نعم. ليست من الزيادة ولا من النقصان، ومن سهو الخطأ، من السهو القولي في الصلاة. نعم. وعليه أن يأتي بسجدتي السهو على الخلاف المشهور في سجدتي السهو متى يكون محلهما. يسأل يقول ورد في القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام تقدم إلى السجينين بالدعوة إلى الله تعالى وبين الضلال الذي كانوا عليه. نعم. لكن لم يرد أنه فعل ذلك مع الملك، هل هناك حكمة معينة؟ لا، كل قصة يوسف عليه السلام، وأنتم أدرى يعني. نعم. ندعو إلى متابعة يعني برنامجكم في قصة يوسف، كل مواقفه مع يعني كل مواقف يوسف عليه السلام هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى وهداية للناس
بالقول والعمل والسيرة، فقط عليه هو أن يطالع كل مواقف يوسف عليه السلام، حتى مع يقال يعني في كتب التفسير أن الملك أسلم، وما كان ليوليه أن يجعله عزيز مصر وأن يجعله الأمين على خزائن مصر دون أن يكون قد أسلم، هكذا يروى. لكن كل مواقف يوسف عليه السلام، فقط يذهب بعض الناس إلى الظن بأن الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى تكون بالخطاب المباشر، مع أن المواقف والقدوة والأمثلة وما طرحه يوسف عليه السلام كلها تؤكد على أنها على أن سيرته سيرة نبي مرسل داعية إلى الله تبارك وتعالى. يقول أيضا في سؤاله الثاني، رجل عنده 45,000 أو عنده 40,000، فقد 5,000 قبل أن يحول الحول، حال الحول وزكى المبلغ المتبقي، لكن بعد شهرين عثر على 5,000. نعم. هل تدخل في الزكاة؟ لا، هو لما إذا كان حين فقدها اجتهد في البحث عنها ولم يجدها، فهذا يعني أنها ما عادت في ملكه. نعم. فيزكي المبلغ الذي هو في ملكه، وهو المبلغ الذي زكاه دون 5,000. نعم. ثم بفضل الله تعالى يعني عثر على هذه المبالغ، فزكاتها تكون من الحول الجاري لا من الحول الذي زكاه. جميل. طبعا سؤال أخ سيف يتعلق بالمرأة التي فقدت التاريخ يعني في رمضان، هل الذي يعني يزكي في رمضان هل يحدد تاريخا ولا يعني يمكن ولا رمضان كله؟ لا، الأولى أن يتخذ يوما. نعم. هذا أفضل، وهي عليها أن تتحرى، تجتهد في تذكر متى كانت، هل في يعني لتحاول في النصف الأول أو في النصف الثاني. نعم. ثم في النصف الأول متى كانت، هل في العشر الأولى أم في الأسبوع الثاني من رمضان، وهكذا تحاول أن تتذكر. فإن لم يكن فالأولى أن يكون في يعني أقرب فرصة. نعم. من رمضان. نعم. هنا بعض المسائل ربما أصحابها يحتاجون إليها نظرا لأنها عاجلة. نعم. المريض يقول السائل، المريض الذي أخذ إبرة في عضلته هل صومه مقبول، علما أنه أخذ الإبرة ولم يتبقى إلا القليل عن الإفطار قرابة ساعة والنصف، ورفض أخذ الإبرة لكن لأنه لا يريد الإفطار في ذلك الوقت، لكن الطبيب أصر على أخذها بسبب الحرارة المرتفعة وقال له بأنها لا تفطر، ما قولكم؟ أما إذا كان الطبيب يعني ثقة والإبرة هذه أو الدواء ما تشتمل عليه هو دواء، فهي لا تفطر، وقول الطبيب في هذه الحالة حجة، هو صاحب الاختصاص، فإذا كانت لا تشتمل على مغذ فإنها لا تفطر بقطع النظر عن كونه أخذها في العضلة أو في الوريد أو ما سوى. الحاصل العبرة بما تشتمل عليه هذه الحقنة، هل تشتمل على دواء دون مغذ أم أن فيها من محاليل التغذية، ففي هذه الحالة إذا كان فيها شيء من المغذيات فإنها مفطرة. نعم. الأخ محمد العمير يقول، مؤسسة تقدم لموظفيها قرضا نقديا لبناء مسكن على أن يتم تحويل القرض إلى حساب الموظف على شكل دفعات حسب مراحل البناء المختلفة، والموظف بدوره يشتري مواد البناء والأبواب وما إلى ذلك ويسلم الباقي للمقاول في نهاية المرحلة كأجرة يد، فإذا صادف أحد الدفعات الشهرية التي يزكي فيها هذا الموظف نقوده وسيبقى هذا المبلغ في حسابه إلى الشهر التالي، فهل يحسبه ضمن نقود الزكاة؟ أما إذا كان حق الصانع متعلقا به، الصانع المقاول أو التاجر الذي أيضا يشتري منه متعلقا بهذا القسط، يعني اشترى سلعا أو أن المقاول ماض في البناء، فهذا المال تعلق به حق للآخر، فلا يظهر أن عليه فيه الزكاة. أما إذا كان يعني لا، هذا المال لا يزال عنده وفي يده ولم تتعلق به حقوق في ذمته للآخرين، ففي هذه الحالة فإن عليه أن يزكيه. نعم. يحسبه من جملة أمواله التي يزكيها. نعم. في هذه الحالة. جي. الأخ سالم يقول، ذهبت إلى المطار مع صاحبي لنقوم بتوصيل عمالة وافدة، فطلب صديقي مبلغ 5 ريالات من هذا العامل وأخبره بأن هذا المبلغ من أجل وزن الحقائب والبضائع. عندما خرجنا من المطار توجهنا إلى المطعم لتناول وجبة العشاء،
وقال صديقي اليوم مجانا سيكون العشاء، فقلت له كيف؟ فقال من الخمسة ريالات التي أخذتها من عامل. فقلت ألست تريدها من أجل وزن البضاعة؟ قال لا، إنما احتلت عليه وسرقتها. يسأل الآن عن حكم ذلك العشاء الذي تناوله والنقود. هو يعني السائل الآن الصاحب ليس الذي أخذ صاحب النقود، ليس هو. هو لينصح صاحبه أولا أيضا طالما أن بينهما صحبة، فليجعلها صحبة يعني أتقياء لا صحبة أشرار، ليوجه إليه النصيحة بأن عليه أن يرد هذا المال إلى ذلك العام الذي أخذ منه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأما هو ففيما يظهر إذا كان قد أكل من هذا الطعام فإن عليه أن يدفع مثل قيمة طعامه إلى الفقراء والمساكين، إلى من أخذ منه المال إن كان استطاع، وإلا فإلى الفقراء والمساكين. السؤال التالي: ما حكم من تبقى لها قضاء يومان من صيام شهر رمضان الماضي؟ هل تجب عليها كفارة؟ وما مقدار هذه الكفارة؟ وهل يمكن أن تعطيها لأبناء أخيها الأيتام؟ أطرح السؤال كاملا. بمعنى أنها كان عليها يومان، نعم، ودخل عليها رمضان، نعم، الحالي، نعم، ولم تقضي ما عليها. أيوة. مسألة فيها خلاف، ويبدو أنها دون عذر شرعي حسب ما يظهر من السؤال. أولا لتفهم أن عليها يعني أن تتوب إلى الله تعالى من تأخير القضاء دون عذر. ثانيا لا يسقط عنها القضاء، فبعد خروج رمضان الحالي عليها أن تقضي صيام اليومين، واختلف في الفدية نظرا لدخول رمضان الحالي دون أن تقضي، فطائفة من الفقهاء ترى بأن عليها الفدية، والفدية إطعام مسكين عن كل يوم من اليومين، فهذا يعني أن عليها إطعام الإطعام عن يومين فدية بناء على هذا القول، وهو أحوط، القول هو أحوط. نعم. لا يلزم أن يكون أرجح لكنه أحوط. وإذا كان أبناء أخيها من الفقراء والمساكين فلا مانع أن تدفع إليهم هذه الفدية، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، شكرا لكم على هذا اللقاء. أعزائنا الكرام نشكركم، وقبل ذلك نشكر فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. نشكركم أنتم أيضا مرة أخرى، ونلقاكم بحول الله تعالى في الغد لمواصلة هذه الأسئلة المتعددة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.